تقت الهزيمة وأرملة تصيح فوق الركام، أنت يا أمتي العظيمة، وطن النازف جرح العارف، وتر العازف من جوف الحضارات وخصر الدبابة، أين أنت يا شعبي من شدو الذبابة؟ لا شيء يكسرنا، لا بندقية الغاصب ولا أسطورة السلام المنهار فيك يا جلادي. بالورد زف الشهداء فوق مئذان. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، يا فضول الظالمين اعلمي ما تعلمين، يا فضول الظالمين اعلمي ما تعلمين، نحن شعب لن يلين في زحيم الاضطهاد. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي بلادي. يعني يكفي أن نذكر أن ميزانية وزارة الأمن زائد ميزانية المستوطنات زائد ميزانيات المقتنيات للأغراض العسكرية الأسلحة وغيرها، هذه كلها تصل إلى حوالي من 45 إلى 50% من الميزانية. إذا ربطنا مع القضية من أجل السلام بالقضية الاجتماعية، تعرف أن السلام معناه تخفيف المصروفات العسكرية، وقف الصرف عن الاستيطان وما إلى ذلك. هذا بحد ذاته سيحرر ميزانيات للقضايا الاجتماعية. وأنا أستطيع أن أعطي نماذج ملموسة، يعني ما الذي تحتاجه؟ أنا شخصيا كعضو كنيسة موجود في لجنة التعليم، لجنة المعارف، أعرف أنه أزمة جهاز التعليم في إسرائيل يكفيها 3 مليارات شيكل. زيادة الميزانية حوالي 32 مليار، لكن حوالي 29 إلى 30 مليار تذهب معاشات وصيانة أبنية للمدارس، والباقي على تطوير جهاز التعليم. لو أضيف 3 مليارات فقط أو مليار واحد فقط ستكون قفزة هائلة في التعليم. وإذا حسبنا تكاليف بس حراسة وحماية المستوطنات نجد أن المبلغ موجود هناك. وإذا تحدثنا عن الموضوع في الموضوع الثالث، ما يسمى ما تدفعه الدولة عن المشغلين شيبوي مع سكيني، تجد أنه الدولة على في مدار السنوات الأخيرة دفعت عن المشغلين ما يعادل 15 مليار شيكل. خذ واحد منهم بتحل كل مشكلة التعليم، خذ واحد منهم بتحل مشكلة المجالس المحلية العربية. لذلك